سلام بنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. وانتم ما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. كتعجبني هاد الانترو، معرفتش علاش. اليوم غادي نبارطاجي معكم المشتريات ديالي. فريمون شريت كاع داكشي اللي خاصني، حيت كلشي حرفيا كلشي سالا ليا خطره وحده، وخصوصا هداكشي اللي كنبغي نستعمل كل نهار كل نهار كل نهار. بالنسبه للنظافه ديالي كنبغي نستعملو كل نهار سالا. ومهم غادي نبارطاجي معكم حاجه بحاجه وبالاثمنه ومنين خديتهم. يلا، الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليو ليا جيم، وعلاش لا دردشوا معايا في لي كومونتير. يلا نشوفوا اشنو هنايا. كاين هذاك الشيء اللي خديت، كاين الحاجات اللي خديتهم واستعملتهم، ولكن معليش غادي نشارك معكم داك الشيء اللي باقي زعما ما حليتش. والنيس دابا علاش شفتوني انا لابسه ديري زيفي ولابسه الكحل. يلا جيت من الفارماسي ومن المكياج، حيت حدا انا غير هنايا في الدار، والشيء الاخر خديته من بلايص اخرين. راه غنقول لكم كلشي منين خديته. خديت بزاف ديال الحاجات، عرفتي راه كلشي سالا ليا البنات. دونك اجي نديرو واش نديرو انبوكسين. يلا غادي نبداو بحاجه بحاجه. غادي نبداو بالفارماسي، وهادي اون لين، ماشي سميتو ماشي شريتهاش غير من حدا الدار. اللي حدا الدار دابا نوريهم ليكم، هذا خديتهم اون لين. خديت لي برودوي ديال ديرموكير، حنا سالاو وسالاو عباد الله، سالا ليا لو جيل. لو جيل بقات فيه بالضيقه هي اللي غسلت بها اليوم. لا كريم اونتي تاش سالات، و ليكرون ما خديتهاش ليا، خديتها لماما. انا ليكرون ديالي باقي فيها، شوف ليكرون باقي فيها، هي باقي فيها الحمد لله. خديت لو جيل و خديت اول حاجه، خديت لو جيل نيتوايون ديال ديرموكير. ديجا جربتو، كنظن انني شريتو ما بين 24 25 جانفي، ودا ليا من جانفي حتى اليوم. اليوم راه 22 في شهر 6، شوفوا شحال دا ليا. يعني وراه فيه 400 امل، ها هي 400 امل، يعني كيدي فتره طويله، ثمنه كيستاهل وحتى النتيجه كيعطيها. داكشي انا عاود خديته، بدلت شي حاجات، ولكن داكشي اللي عجبني ما بدلتوش، بحال لو جيل ما بدلتوش. هو النيت اللي خديته هذا، الثمن ديالو 165، لا 185 درهم. لو جيل داير 185 درهم. هذا خديت لا كريم انتي تاش، ها هي شوف ها هي بصقه ما كتخرجش، وانا ريحتي شحال عصرتها. ولكن صافي كان خاصني نشريها اصلا. خديت لا كريم اونتي احلى معاكم، فراسك ما حليتهاش، قلت حتى نصور مع البنات ونحل هادشي. شوفوا ملي كتكون عامره كيفاش كتكون، شوف عاد راه دات لي. نورمالمون راه كتسالي بالزربه، ولكن انا بقيت غاده مع دقه دقه. زوينه زوينه، كتعطيني نتيجه زوينه بالنسبه لي تراس ديال الحبوب، تفتيح البشره، خصوصا دابا حنا في الصيف، يعني خاصنا شي كريم اللي هكا اكليرسيسون. ها هي راه اون كريم اكليرسيسون، ها هي فيها لا فيتامين سي والالفا اربوتان، وهاد جوج الحاجات معروفين انهم كيفتحوا كينوروا البشره. داكشي علاش عاودت خديتها حتى هي. هادي الثمن ديالها 230 درهم. وهادي ليكرون ما جاليش، ديال ماما انا، ها هي ليكرون ديالي البنات، ها هي شوفوا هذا واش الشكل ديالها، دايره 165 درهم. زوينه، انا راه ما كان عندي لا كريم ايدغاتونت لا حتى شي حاجه، كنت كنديرها غير هي بوحديتها. ونيت اليوم دابا ملي خرجت مشيت نجيب هذا الشيء، درتها غير هي بوحديتها، غسلت وجهي ودرتها غير هي بوحديتها، كترطب ليا او ميم طون. داكشي علاش كنت شويه متهاونه على لا كريم ايدغاتونت، ولكن المهم هادي ماشي ديالي، هادي ماشي شغلي فيها، غاديش نحلوها، ما ديالناش، ديال الام ديالنا. اختي ما نحلوش حاجه ما ديالناش، باسكو ما عنديش شي واحد يحل لي شي حاجه ديالي، تنحل انا وشوفها نتايا. المهم هادو اول حاجات خديت، خديت العجال وخديت لا كريم اونتي تاش. دابا اجي نكملو هاد الساشيه، هادي فيها من الفارماسي ومن الماكياج. باش نبداو غنكملو داكشي ديال الفارماسي. لا هادي خلع ليا الاخرى، هنايا البنات هاد راه نفس الفارماسي، غير هما حالين جوج حدا بعضياتهم، معرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن المهم هما راه نفس الحاجة ونفس نفس مولات هاد الشيء، ولكن هما مفرقين. ولقيت حاجة عند واحد وهادي لقيتها في الآخر.
بون خديت اون كريم هيدراتونت، ما خديتش سيراب حيت السيراب مقاطعه. كان عندي الاختيار ما بين بيوديرما وسيتافيل، خديت سيتافيل. حاولت اني نقلب على داكشي اللي ماشي مقاطع بحال ديال سميتها بحال ديال سيراب النيت. كنت باغا ناخذ هذيك القديمه عقلت عليها اللي فيها اس بي اف ولكن مقاطعه دونك ما غاديش ناخذها. وخديت هذه خديت غير الصغيره ديالها باش نجربها نشوفها واش زوينه ولا لا كيفاش غتجيني وداكشي. ها هي الثمن ديالها 117 درهم باش خديتها. انا كنت شفت فواحد الفيديو دايره غير 100 درهم ولكن مهم معليش حيت كل واحد وشحال كيبيع وتقدر تكون تزادت ولا شي حاجه. ها هي باقي ما جربتهاش راه يلا خديتها. اصلا يلا جيت من الفارماسي كيف ما قلت لكم. وشنو خديت ثاني؟ خديت واحد الحاجه صراحة خاص شي حد يشدني ويمرمقني يمرمقني هيدا يمرمقني يعطيني طرشة. ولكن راه نقدر نكون انا كان انفلونسيكم باش تمشيو تشريو شي حاجة ولكن كنبارطاجي معكم بكل صراحة. كيف مت انا ملي كنكون كنتفرج في شي وحدة ملي كنشوفها كدوي على شي حاجة بكل صراحة كتبين الريزولتا كدوي على التجربة ديالها كتقول الخايب والزوين كيعجبني بحال هكا. كيف ما ندير انا نبغي نتفرج في وحدة كدير نفس الحاجة. شريت واحد الحاجه ما عرفتش واش خاصاني ولا لا ونورمالمون كتستعمل واقيلا في البرد ماشي في الصيف. واصلا انا زعما خديت هادو وما عرفتش علاش شريته ولكن خديت غيطا كنيل. شفت انه البنات كيقولوا انها زوينه 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 شفت واحد التجربه ديال واحد البنت. ودابا المشكله هاد الفيديو امتى شفتو؟ اللي سالوا ليا هادو دونك انا كنت يائسه وخديت هادي ما عرفتش البنات واش نستعملها ولا نخبيها ولا نعاود نرجعها. صراحه ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ولكن هي معروفه انها زوينه هذه الوجه. ما عرفتش واش نستعملها ولا غير نخبيها ولا نرجعها ما عرفتش. قول لي نتوما في لي كومونتير حيت انا صافي خديت لا كريم اونتي تاج وخديت لو جيل نيتوايو اللي كينشف لي الحبوب حيتاش فيه لانياسيناميد وفي حتى الاي اش ا هو كيدير لي تقشير البشره. يعني الا كانت عندي هكا شي طبقه ميسخه وداكشي كتمشي. هادي ما عرفتش علاش خديتها. المهم عيروني في لي كومونتير قولي علاش خديتي علاش ما عرفتش البنات والله ما عرفت. ولكن فريمون ما عرفتش كنت انفلونسا وكنستخي هادي شي حاجه اللي انا ما خاصانيش اللي انا ما خاصانيش. عرفتي نوريكم داكشي اللي كناخد وبعض المرات كيصدق وما كيصدقش وكنشوفو غير بصف تيك توك ولا انستغرام. راه غتصدموا البنات راه كيف ما نتوما كتشوفوني وكتشريو بحال اللي كناخد انا ملي كنصحكم راه انا كندير نفس الحاجه بحال هادي. شفتها في لي فيديو ودخلت قلبت واحد لابليكاسيون واش مقاطعه ولا لا. هادي شفتها عند واحد البنيه غزاله هادو انا اول مره شفتهم في واحد الفيديو في تيك توك ديال واحد المؤثره ما عرفتش البنات. وبزاف ديال البنات شراو على قبلي على قبل التجربه اللي جربت شراو ديغ مونكير. يمكن ما كنبارطاجيش معكم هادشي في يوتيوب ولكن انستغرام راه كنشارك فيه كلشي. دابا غادي ندوزو لداكشي اللي من عند مول الماكياج ومول الرويح. غادي نبداو باول حاجه خديت ان نوفو بارفان. خديت من اندلسي كنعقل اندلسي كنت كناخذها شحال هذه او بالاحرى ماشي انا اللي كنت كناخذها حيت كنت غير بعلوكه كانت كتاخذها ماما وانا كنبقى نشفر ليها. كانوا معروفين كانوا دايرين مقاله شي 50 درهم وفريمون كانوا معروفين ما بين الروايح اللي كيلصقوا نيشان بحال الحقيقيين. دونك هاد الريحه شميتها فواحد البنينه وانا صافي تصطيت باش ناخذها وخديتها. ها هي انا راه استعملتها غير رديتها لو باك ديالها باش نوريها لكم. مي انا استعملتها هذه البنات سي ارماني ريحه خطيره 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 خطيره. الرقم ديالي اللي غيسولوني عليه البنات 0057. هذه الكبيره خديتها ب 60 درهم والصغيره دايره 40 درهم. تقدر تلقاو اندلسي في اي بلاصه. انا خديتها من واحد المغازان كاين في البرنوصي حدا السينما. البنات راه غيعرفوا بنات السينما راه غيعرفوه. دونك خديت ان نوفو بارفان. ايوا شنو ثاني ايوا شنو ثاني 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 خديت الحب ديالي كاتريس لي بلوفين هاد لي بول هذا رابع ولا خامس واحد ليا. ديجا شاركت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا ملي شريتو بغيت نفكركم فيه وصافي. الثمن ديالو داير 40 درهم. ها هي لا ريفيرونس 0.30. ها هو هذا اللي بقات فيه. شوف كيفاش داير باش تعرفوا الكارثه اللي فيه. شوف كيفاش داير
كان داب لي راه عاودت لكم القصه الماساويه داكشي علاش عاودت خديته وغنبقى ديما ناخذو حتى راه لقيت شي واحد احسن منه ولكن هو كيعجبني لونه زوين الترطيب ديالو زوين شكله زوين وحتى الثمن ديالو في المتناول. دابا غادي نوريكم اخر حاجه اخر حاجه حتى هاد الحاجه شفتها في تيك توك وتانفلونسيت وخديتها واخا انا الديودورون ديالي باقي ما سالاش واللي هي نارطه الغوز. شفت واحد لا فيديو لواحد البنيه كتعاود عليها وداكشي انها زوينه ونارطه ما بين الماركات اللي ماشي مقاطعين بحال دوف ونيفيا هذوك مقاطعين. ايوا خديت نارطه البنات قولوا لي نتوما التجربه ديالكم زوينه ولا لا. انا خديتها كان عندي الاختيار ما بين ناخذ هذه وهذيك اللي كتكون هكا صغيره حسبت على 10 وجات 10 في هذه وخديتها وحق الله وهذه يلا خديتها غير دابا. الثمن ديالها 33 درهم ما فيهاش شنو اللي ما فيهاش ما فيهاش الكحول سميتو قالوا انها ما كديرش لي تراس في الحوايج هانتوما شوفوا. انا البنات ما عنديش مشكل في الريحه واخا ما نكونش دايره ديودورون ما تكونش في ديك الريحه الخانزه والقاصحه هذا انا هذا المشكل ما كنلقاهش. المشكل ديالي هو مع هاد المرات بحال مثلا دوشت شي نهار قوي مثلا لقيت لابسه شي لون فاتح ماشي البيض مثلا لابسه الخضر الخضر وهذاك الثوب الى عرقت كيبين هكا كنفزك شي شويه هذيك كتعصبني انا تتعصبني تتعصبني تتعصبني. قولي لي نتوما شنو كديروا لهاد القضيه. انا ما عنديش مشكل في الريحه ولكن هذا المشكل كنلقاه بعض المرات مثلا الا دوزت واحد النهار طويل في الزنقه ايوا واش انا نخرج انا ساعتين ونرجع راه خاصني ندوز نهار كامل في الزنقه راه بعض المرات كتكون عندي بزاف ما يدار. قولوا لي خديت هذه حيتاش البنت قالت انها على قبل هادشي زعما افيكاس وصافي البنات هادو هما المشتريات ديالي فريمون خديت كاع داكشي اللي خاصني وقلت لكم سالا ليا كلشي في خطره لو جيل نيتوايان لا كريم ليليه ديالي كريم ايدغاتون دودورو هذا غير حتى انفلونسيت هذا حتى الريحه حمقتني وبقات لي في البال ديالي ونيت خاصني زعما شي عطر جديد غير طاكني لهذا ما عرفتش علاش شريت وحق الله ما عرفتش واش نجربو ولا لا تانفلونسيت وخديته شنو تاني هذا لا هذا ناخذ هذا واخا نكون عوجه ناخذ هذاك يحمقني وصافي. المهم انا اهم حاجه عندي هي لو جيل لا كريم ايدغاتونت والكريم الليليه ديالي هادو كانوا خاصيني هادو بدون نقاش الشيء الاخر نقولوا انني تانفلونسيت وخديته لكن هذا هذا حبي صافي البنوتات كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ويعجبكم المشتريات ديالي الا كنتو ديجا مجربين شي حاجه بهذا الشيء كتبوا لي الراي ديالكم عليها في لي كومونتير وحتى انا من مورا مده ديال التجربه غادي نقول لكم داكشي اللي جديد عليا كيفاش جاني. اما لو جيل وهادي حبي بما انني عاودت خديتهم يعني راهم زوينين وصافي وهذا حتى هذا واعر سميتو شنو نقول لكم دابا صافي بغيت نشارك معكم المشتريات ديالي حاجه توحشتكم وصورت لكم واحد لا فيديو ولكن ما عجبتنيش دونك ما غنديرش ليها المونتاج مي هادي غلوها لكم وصافي. اخر حاجه غنقول لكم موح عليكم قبله ليكم ما درتهاش لكم في الفيديو اللي قبل درتها لكم في هذا وهيا قبله اخرى البنات كنحمق عليكم خليو لي الكومونتير ديالكم الزوينين ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.